انا حابب التجربه واتمنى ان انا اشوفها كتير، لانها ببساطه مختلفه عن اي حاجه احنا بنقدمها. احنا ممكن نكون احنا عندنا فيلم مشهور قوي اسمه كامب رعب، بنتريق لما احنا حبينا نعمل تجربه زي دي، فشل فشل ذريع لدرجه انه بقى ايقونه في الفشل. انما الغرفه 207 انا سعيد، وسعيد ان السيناريست ما اعتمدش 100% على الروايه، لان دي ازمه كبيره قوي لان الناس المحبه احمد خالد توفيق وهو جمهور كبير، ان هم لما يتفرجوا زي ما حصل في ما وراء الطبيعه كده يقولوا لا ده مش اللي بيحصل، لان الروايه مختلفه تماما في حاجات كتير. فتامر ابراهيم اصلا روائي وكان بيشتغل مع احمد خالد توفيق في روايه مصريه للجيب، فقدر يعمل معالجه عظيمه. انا عجبتني المعالجه قبل اي حاجه. اخراجه كان على مستوى الحدث او العمل، يعني فكره التكنيك، وكان فيه جرافيكس وفيه رعب. كان في طبعا مشاكل في جرافيكس في حلقات ما، بس لا المسلسل انا شايف ان هو من انجح التجارب دلوقتي، يعني ده من الناس اللي اتكلمت عليها السوشيال ميديا عشان العمل ناجح.